Sta a fare un no. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى تفسير سورة الحشر من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سبحانك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى معظما لأمر القرآن ومبينا علو قدره، وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي فإذا كان الجبل في غلظه وقساوته، لو أفهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله تعالى. فكيف يليق بكم أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله، وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه؟ ولهذا قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا، نال فاعلين هنا ضمير الجمع للتعظيم، يعظم الله عز وجل نفسه سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، أي لأبصرته. إذا فهم الجبل ما في القرآن من وعد ووعيد لأبصرته خاشعا متصدعا. خاشعا أي ذليلا، فالخاشع أي الذليل. لأبصرته خاشعا ذليلا متصدعا متشققا من خشية الله.
فالجبل إذا فهم ما في القرآن من وعد ووعيد فتجده بهذه الصفة، وهذا جبل، فأولى بالإنسان الذي خوطب بهذا القرآن أن تكون هذه صفته عند تلاوة كتاب الله وعند سماعه، أن يكون خاشعا، ومن معنى الخشوع الاطمئنان، أن يكون مطمئنا وذليلا خاضعا بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فإن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم الله تعالى به على الحقيقة سبحانه وتعالى، منه بدا وإليه يعود. قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: إن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا كلام رب العالمين، إذا أراد العبد أن يكلمه الله تعالى فليقرأ القرآن، إذا أراد أن يكلم ربه ويناجيه ويتضرع له فليصلي له. فهذا وصف الجبل الذي هو في غاية الغلظة والقساوة والضخامة، لو أنزل عليه القرآن ففهم ما فيه من وعد ووعيد لكان على قوته وشدته خاشعا، خاضعا، ذليلا، متشققا من خشية الله تعالى. وهذا حث من الله سبحانه وتعالى على تدبر القرآن وتفهم ما فيه، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى وغيره. وفي الآية أيضا: أن لا عذر في ترك التدبر، لا عذر في ترك التدبر، فإن هذا القرآن لو خوطب به الجبل وفهم وعده ووعيده لانقاد لمواعظه، ولأبصرناه على قساوته وغلظته خاشعا متصدعا من خشية الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أني يقول، أي الله تعالى، لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه لتصدع وخشع من ثقله ومن خشية الله. فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع، أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع. ثم قال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس، يعني نوضحها، وتلك الأمثال نضربها للناس، أي نوضحها لهم لعلهم يتفكرون في عظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى. ويقول ابن كثير رحمه الله: وقد ثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما عُمِل له المنبر وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجد، فلما وضع المنبر أول ما وضع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب فجاوز الجذع إلى نحو المنبر، فعند ذلك حن الجذع وجعل يئن، حن الجذع يعني صاح وبكى، حن الجذع وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يسكن، أي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات نزل من على المنبر وجعل يربط عليه بيده كما يسكت الصبي الصغير الذي يبكي، وجعل يئن كما يئن الصبي. لماذا بكى الجذع؟ جذع شجرة، والصحابة رضي الله عنهم سمعوا بكاءه في المسجد. لماذا؟ لأنه حزن على أنه كان يسمع الذكر وما يتلى من القرآن عنده، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستند عليه عند خطبته. كان الحسن البصري رحمه الله إذا روى هذا الحديث يبكي ويقول: أنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجذع. وهكذا هذه الآية الكريمة، إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته لخشعت وتصدعت من خشيته، فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم؟ وهذا كما قال الله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن العظيم. سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. وقال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فهذه الآية فيها حث عظيم على تدبر القرآن، وعلى أن يكون وصف الإنسان عند تلاوة القرآن وعند سماعه الخشية الشديدة والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، ويكون همه هو الفهم عن الله، يفهم عن الله عز وجل ما يريد أن يأمره به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك، فإنه إما خير يأمرك الله به أو شر ينهاك الله عنه، والله المستعان. ثم قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، أي هو المعبود سبحانه وتعالى ذو العبودية على خلقه أجمعين. الذي لا إله إلا هو يعني لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عالم السر والعلانية. وقيل: يعلم ما كان وما يكون. وقيل: الغيب الذي لم يعلمه العباد ولم يعاينوه، والشهادة ما علموه وعاينوه. فالله سبحانه وتعالى عليم بعلم، وعلمه عز وجل مطلق، متصف بالعلم المطلق سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء، لا يلحق علمه نقصا بأي وجه من الوجوه، بل على الكمال سبحانه وتعالى. يعلم السر وأخفى، يعلم السر والعلن، يعلم خائنة الأعين
وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، سبحانه وتعالى عز وجل. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، أي ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال سبحانه وتعالى في القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو الله الذي لا إله إلا هو، هذا تكرار للتأكيد والاهتمام أن الله سبحانه وتعالى ما خلق العباد إلا ليعبدوه وحده لا شريك له. بذلك أرسل الله الرسل، فما من رسول ولا نبي إلا قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبذلك سبحانه وتعالى أنزل الكتب أيضا، بل ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما وما وجدت الدنيا وما وجدت الآخرة وما انقسم الناس يوم القيامة إلى شقي وسعيد إلا من أجل هذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحانه وتعالى والله الذي لا إله إلا هو، سبحانه الملك، المالك لجميع الأشياء، المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، سبحانه وتعالى القدوس، القدوس بمعنى المعظم وبمعنى المطهر، فهو سبحانه وتعالى عز وجل المنزه عن كل نقص والطاهر عن كل عيب، سبحانه وتعالى عز وجل. قال وهب بن منبه: الطاهر. وقال مجاهد وقتاد: المبارك. وقال ابن جريج: تقدسه الملائكة الكرام. فالله سبحانه وتعالى قدوس، يعني مطهر منزه عن كل نقص وعيب، ومعظم سبحانه وتعالى. القدوس السلام، السلام أي الذي أو ذو السلامة، السلام ذو السلامة من جميع العيوب والنقائص بكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. قال ابن العربي رحمه الله: اتفق العلماء على أن معنى قولنا في الله السلام النسبة، يعني تقدير ذو السلامة، واختلفوا في هذه النسبة على ثلاثة أقوال: السلام أي الذي سلم من كل عيب، السلام ذو السلام المسلم على عباده في الجنة، والسلام قال ابن عباس: أمن خلقه من أن يظلمهم، سبحانه وتعالى سن عز وجل سبحانه وتعالى سنة كونية أنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذ أحدا بجريرة أحد، سبحانه وتعالى لا يؤاخذ أحدا بجريرة أحد، ولا ينقص أحد من ثواب عمله إلا عياذا بالله في من كان سببا في المعصية والضلالة، فإنه عليه وزرها وزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيء. كذلك أيضا إذا جاء يوم القيامة بمظالم فيؤخذ من حسناته، فهو الذي جنى على نفسه
أما الله تعالى عز وجل لم يظلمه شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. وظلام هنا صيغة نسبة وليست صيغة مبالغة، وزن فعال لكنها صيغة نسبة، أي ينفي الله عز وجل عن نفسه نسبة الظلم إليه سبحانه. وما ربك بظلام للعبيد، تعالى ربنا وتقدس سبحانه وتعالى. السلام المؤمن، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمن خلقه من أن يظلمهم. هذا الاسم المؤمن. وأما في السلام فقالوا المعنى سلم عباده من ظلمه، وفي المؤمن أمن خلقه من أن يظلمهم. والمؤمن أيضا المصدق، قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به، وصدق أيضا رسله بإظهار معجزاته عليهم. وقيل المؤمن الذي يؤمن أولياءه من عذابه، ويؤمن عباده من ظلمه. المهيمن، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى رقيب عليهم. المهيمن الشهيد الرقيب سبحانه، قال عز وجل: والله على كل شيء شهيد. العزيز سبحانه وتعالى الذي عز كل شيء فقهره، وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. ولهذا قال سبحانه: الجبار المتكبر. الجبار الذي لا تليق الجبرية إلا له، ولا التكبر إلا لعظمته سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الجبار العظيم. وقيل الجبار من الجبر بمعنى الإصلاح، وقيل الجبار من أجبره على الأمر أي قهره. المتكبر عن كل سوء. المتكبر، قال قتادة، يعني عن كل سوء. فهو سبحانه وتعالى المتكبر عن كل سوء، المتعظم عما لا يليق به سبحانه وتعالى من صفات المخلوقين أو من صفات النقص. وأصل الكبر والكبرياء، أصل الكبر والكبرياء أي في المعنى اللغوي، أصله الامتناع وقلة الانقياد. والكبر والكبرياء في حق الله ممدوح، صفة كمال له عز وجل، وفي وصف المخلوق مذموم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرات من كبر. والكبر عياذا بالله ازدراء الناس واحتقارهم ورد الحق، كما وصفه، كما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق دفعه، غمط الناس أي ازدراؤهم واحتقارهم. وهؤلاء عياذا بالله يحشرون يوم القيامة أمثال الذر النمل الصغير في صور الرجال، يطأهم الناس بأقدامهم، تعلوهم الذل والصغار عياذا بالله. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. سبحان الله عما يشركون، ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه تنزيها لجلالته وعظمته سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان الله عما يشركون،
والمؤمن يعظم ربه سبحانه وتعالى ويجله ويعبده وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. هو الله الخالق البارئ المصور. الخالق أي المقدر للخلق، الخلق بمعنى التقدير. البارئ المنشئ، المنشئ الموجد لما قدره وفق مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. البارئ المصور يعني يصور هذا الخلق كيف يشاء، كما قال سبحانه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سبحانه وتعالى. والتصوير معناه التخطيط والتشكيل. الخالق البارئ المصور، فهو سبحانه وتعالى ينفذ ويبرز ما قدره وقرره إلى الوجود. وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. قال الشاعر يمدح آخر: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يعني أنت تنفذ ما خلقت، يعني ما قدرت، بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد. له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى عز وجل، ونحن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من أسماء حسنى، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسمي ربنا سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها يعني من حفظها وأطاقها وتعبد لله بمقتضاها. فاسم الله الرحمن الرحيم الغفور الكريم الودود وغير ذلك من هذه الأسماء يقف منها المؤمن موقف الطمع، يطمع في رحمة الله ومغفرتي وعفوي وجودي وكرمي ورحمتي سبحانه وتعالى. وهناك أسماء يقف منها موقف العبد الذليل كالجبار والمتكبر سبحانه وتعالى، فيقف من هذه الأسماء ونحوها موقف العبد الذليل الخاضع لربه سبحانه وتعالى المتواضع له، ولا يتصف بأي ذرة من ذرات هذا الاسم وما يتضمنه من صفة سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض سبحانه لجلالته وعظمته. يسبح له ما في السماوات والأرض، كما قال عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن تسبيح بعض مخلوقاته، لننظر كيف تسبح هذه المخلوقات ربها سبحانه وتعالى. نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، وقال: نقيقه تسبيح. نقيق الضفدع صوته تسبيح. فلننظر إلى نقيق الضفدع لا يتوقف سبحان الله، هذا تسبيحه لربه سبحانه وتعالى. في الجنة المؤمنون سيلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وكما ذكرنا، المؤمن الكامل في هذه الدنيا يدور مع العبادة حيث دارت، ويعطي كل ذي حق حقه، وتكون ساعات يومه ساعة يناجي ربه، وساعة يحاسب نفسه، وساعة يكون في معاشه ومأكله ومشربه ونحو ذلك مما أباحه الله تعالى له بنية طيبة ليؤجر على ذلك، وساعة أيضا لعياله، وساعة لزوجته، وساعة لأقاربه وأرحامه ووالديه وغير ذلك من الحقوق. يعطي كل ذي حق حقه، والله المستعان.
ننبه على حديث ضعيف وهو في فضل أواخر سورة الحشر أي هذه الثلاث الآيات. روى الإمام أحمد والترمذي بسنده عن معقل ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ الثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. قال الترمذي رحمه الله: غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا مصطلح الترمذي رحمه الله، إن غريب ضعيف، وهذا الحديث حديث ضعيف، ففي سنده خالد بن طهمان وهو صدوق إلا أنه اختلط. والله سبحانه وتعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.